هذا هو ملعب فتن للرقيبي، أحد أعرق الملاعب في موريتانيا. حتى قبل 3 سنوات كان هذا الملعب يحتضن مباريات دوري الدرجة الأولى، ولكن لا وجود لكرة القدم. الملعب الأولمبي هو الملعب الدولي الوحيد في موريتانيا، أنشئ عام 84 من القرن الماضي، وتعرضت أرضيته العشبية إلى التلف لتستبدل بأخرى اصطناعية لا تبدو أحسن حالا، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الإفريقي للعبة إلى مطالبة موريتانيا بتحسين ملاعبها. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قدم إنذار قوي جدا، لهجته قوية كانت أم الاتحاد الموريتاني لكرة القدم من أجل النظر لهذه الملاعب، وإلا فستكون هناك عقوبات على الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. أعتقد أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عليه أن ينظر بجدية بهذا الإنذار، لأن الوضعية حقيقة مزرية للغاية، الملاعب غير مهيئة لممارسة كرة القدم. الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يؤكد أنه يأخذ الوضعية المزرية لملاعب البلاد على محمل الجد، ويسعى بالتعاون مع الحكومة والفيفا إلى بناء وتجهيز ملاعب جديدة قادرة على احتضان البطولات القارية التي لم تحظى موريتانيا في السابق بشرف استضافتها. بالنسبة للمنتخبات الموريتانية تعاني من نقص في البنى التحتية، وهو ما نحاول نحن في الاتحادية بالتعاون مع الحكومة الموريتانية التقلب عليه، وقد استطعنا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نستجلب 3 نجيلات اصطناعية في السنتين الأخيرتين. وأظن أيضا أن الدولة الآن، ومتأكد أن الدولة الآن في صدد بناء، وحتى بدأ البناء وانتهى في بعض المدن. في عموم البلاد لا توجد سوى أرضية عشبية واحدة صالحة، ولا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لأكبر الملاعب هنا 10,000 متفرج، وتفتقر الكثير من الملاعب إلى المرافق الأساسية.